هذا ودموعه تسيل على خده، صار ينظر إلى ولده هذا، والحسين يقول: أبا يا رسول الله ضمني إليك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، أبا يا حسين انظر إلى هذه الأمة فإن فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك إنهم يخرجوني من جوارك بالرغم لا بالرضا. هذا ورسول الله يقول: لا بني بني لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا، بني بني إنك سترزق الشهادة، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بل وزماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كله فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي، ونداء بافتجاع: يا حبيبي، بني أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلى، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلة، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل، فاتخذ ذرعين من صبر وحزم سابغ، بني ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلة، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الوتج، وحسينا وحسينا وكأني بالأيام من بناتي تستغيث، زينب وأخوات زينب يستغيثون فلا يجدون مغيثا، أيوة مصيبتا، وكأني بالأيام من بناتي تستغيث، سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث، قد بار أجسامهن الضرب والسير الحثيث، بينها السجاد بالأصفاد مغلول اليد، وحسينا وحسين، فبكى قرة عين المصطفى والمرتضى، رحمة للآل لا سخطا لمحتوم القضاء، إذ هو القطب الذي لم يخط عن سمت الرضا، مقتدى الأمة والي شرقها والمغرب، أين الصارخون وحسينا؟ قام أبو عبد الله من على قبر جده رسول الله، أين توجه يا شيعة؟ توجه إلى قبر مضيع، إلى قبر مساواة بالتراب، إلى قبر فيه مرأة تنادي ليلها ونهارها وضلعها. جلس على ذلك القبر مناديا: أم فاطمة في أمان الله في دعة الله،
أم فاطمة ها أنا خارج من المدينة بالرغم لا بالرضا قصتك يا الحنون وياك وسط القبر ضميني قصتك يا الحنون وياك وسط القبر ضميني ما تدرين يا زهرة بجار الدهر ما أديني وقع فوق القبر يبكي دقومي ونشفي دمعي مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تنعي آية مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعيه آية مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعيه ضميني وسط قبرك أسليك وتسليني أنادي والقلب مكسور يا زهرة ارحمي حالي دهتني هموم تترادف عن يميني وعن شمالي أجابته الزهرة أجابته لأن الصوت آي حسين غالي الولد غالي أضمك في وسط قبري شلون تقدر تنظر عيوني بني ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر لما يا زهرة ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر وقلبك ينكسر بس ما تشوف الظل لم كسير لكن بنتلاقى هناك يا ابن بعرصة محشار إذا شفتك بليه راس واقف ما تحاجيني ثم قام من على قبر أمه فاطمة توجه إلى قبر آخر أي قبر هذا إنه قبر أخيه الحسين أخيه الحسن جلس على ذلك القبر أخي أبا محمد في أمان الله أخي أبا محمد في دعاء الله وتخصر على قبر العضيد يعلم الله بحزان قلبه يوم صاحي وداعت الله هذا يا أخويا اللي علينا قدر الله سمك وذبحي من قبل تكوين لوجود أخي وانت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت غصتها وظل اللي علي قصدي بهالسفرة يا بويا الغاد وعندي خبر من طه العتيل الوطن ما عود اخويا يا ابو محمد علي رحبين رحبة الفضى ضاق وقلبي تراه ذاب من لعات من لعات الفراق
برض المدينة قبرك وقبري وقبري بالعراق ورد المنازل والدمع يجري بالخدود نادى يدور المجيد ظليت خلية.